السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج صحبة وأنا معهم. الحقيقة النهاردة يعني بنجتمع على حب وعلى خير، وطبعا بعد رمضان والأعياد وصيام الستة البيض، وأعتقد أن كلنا في ناس صامت الستة البيض ويمكن خلصتهم، أنا واحد منهم، وفي ناس لسه بتبدأ، وإن شاء الله تكون أيامنا كلها أبيض فأبيض وأيامنا تكون جميلة جدا إن شاء الله. طبعا النهارده في برنامج صحبه وانا معهم النهارده بنتكلم عن عنوان الحلقه النهارده، وهو يعني عنوان يمكن غريب شويه. احنا كنا كل مره نقول لكم خليكم في البيت خليكم في البيت خليكم في البيت، لا، النهارده بنقول لكم خلي بالكم على نفسكم. خلي بالكم على نفسكم مع ازدياد ارتفاع الاحصائيات في الاصابه بمرض الكورونا، وايضا ان عدد الاصابات كتيره، الوفيات ايضا بدا يرتفع العدد، فعشان كده بنقول لكم ما بقت يعني احنا كنا بنقول خليكم في البيت، لكن في ناس كتير ما كانتش بتلتزم، وفي ناس كتيره ايضا التزم، لكن دلوقتي ما نقدرش نقول غير كل واحد يخلي باله على نفسه، كل واحد يخلي باله على نفسه، لان احنا دلوقتي زي ما بنقول ان مناعه القطيع هي اللي شغاله دلوقتي، بمعنى ان خلاص ان احنا هنتعايش بهذا المرض، هذا المرض اللي لسه العالم كله او الاجهزه الطبيه في العالم ما لقتلوش لقاح او عقار، سموه زي ما تسموه، عشان الناس تاخده او عشان ايه يتم شفائهم. لكن احنا النهارده عشان كده بنقول لك خلي بالك على نفسك، خلي بالك، لازم تلبس كمامه، لازم ان انت في التباعد الاجتماعي، لازم ان انت اذا كنت رايح مكان تحاول تبعد عن الزحام، وما تنزلش من بيتك الا للضروره القصوى، وده اهم شيء. حافظ على نفسك، ولو شعرت باي شيء يعني بحسيت ان عندك او في كورونا قريبه منك، فاضطر ان انت تحاول ان انت تروح اقرب مستشفى او تتبع ارشادات وزاره الصحه المصريه، او زي ما بيقولوا ايضا منظمه الصحه العالميه. النهارده في برنامجنا النهارده طبعا خليني في البدايه اتقدم بالشكر للاستاذ محمد رمضان وفريق التيم الكبير اللي بيشتغل معاه، وهو محمد المالكي، تامر عبد المجيد، وايضا محمد فؤاد، والحقيقه بتقدم لهم بالشكر، وايضا لمخرجنا الكبير يعني استاذ الكبير يعني عمران، فنستطيع ان احنا نقول ان وليد ايضا من الناس اللي هو من الممتازين والناس اللي انا بحبهم جدا، وبكون سعيد ان انا بشتغل معاه. خلوني ارحب بضيوفنا النهارده معانا الدكتور ربيع البنداري، عضو نقابه الصيادله، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. ومعانا الخبير التكنولوجيا والمعلومات الاستاذ المهندس عصام البراء، اهلا بك يا استاذ عصام. طيب خلي مخرجنا هيحط لنا تليفوناتنا على الهواء، وعشان نحاول من خلال الحلقه ان اي حد ليه استفسار حول موضوع الحلقه النهارده يحاول ان هو يتصل، وضيوفنا الكرام هيجاوبوا عليها. دكتور ربيع، خليك في البداية أقول إن النهاردة خلاص ما بقتش كلمة خليك في البيت هي الرايدة، إنما بنقول خلي بالك على نفسك. إيه رأيك حضرتك بعد ارتفاع الأحصائيات بالإصابة بوباء الكورونا؟ هو أنت في ظل وجود جائحة زي كورونا بالتفشي ده وبالأعداد اللي احنا بقينا بنسمعها، كمان الدراسة الافتراضية المعمولة من وزارة التعليم العالي حيث أنها المنوطة بالأبحاث، فالدراسة بتؤكد أن احنا مثلا النهاردة لو احنا كان وزير التعليم العالي بيتكلم أن احنا كواقع افتراضي بيقول أن احنا حوالي 117,000 مصاب. طبعا يعني بنقول دلوقتي أن الإصابة بقت أقرب إلى أي واحد فينا من اي وقت فات، وده طبعا نتيجه يعني بصراحه احنا شفنا من قبل شهر رمضان حوالي اسبوع شفنا استهتار واستخفاف بالمرض، ومرحله كانت احنا كنا واصلين لمرحله اسمها عدم تصديق، في ناس ما كانتش مصدقه اصلا ان في حاجه اسمها كورونا، والناس كانت عايشه حياتها بشكل طبيعي جدا، مع ان المفروض في ظل انتشار وباء بيبقى في طبعا تحذيرات وفي طرق معينه للتعايش.
كان اهمها التباعد الاجتماعي. للاسف احنا ما حافظناش على التباعد الاجتماعي ده، وكان النتيجه بصراحه ان احنا وقعنا في مشكله كبيره جدا. طبعا الدوله مشكوره والوزاره بتحاول بقدر الامكان ان هي بتوفر اماكن، بس مع الارتفاع الكبير اللي وصل له الكيرف في مصر، واللي هو برضو بصراحه كيرف غريب، يعني الكيرف في مصر طالع بطريقه برضو غريبه شويه، فخلى ان الاماكن موجوده مش كافيه، فلجأت الوزاره الى العزل المنزلي. فطبعا انا شايف في تثقيف موجود في سواء من الوزاره الفتره اللي فاتت بتبلي بلاء يعني حسنا في الموضوع، لكن يتبقى الدور بصراحه على يعني حتى انا يعني ما بقتش احب اقولها كلمه وعي المواطن. لا الرهان عليه بقى خساره، يعني بخساره، يعني انت بتراهن النهارده بتقول ان المواطن انت يعني الدوله كانت بتراهن عليه، لكن النهارده المواطن اصبح احنا يعني مش عاوزين نحط العبء يعني كله على المواطن، بس عاوزين نقول المواطن كان ليه دور اساسي في ان هو كان ممكن يلتزم في البيت، ممكن مش شرط ان احنا نقدر نجيب كحك ونجيب هدوم العيد وكل ده. طب ما انت جبت هدوم العيد قعدت في البيت. ما هو ده اللي انا بس بقول عليه، احنا يعني لو في عذر للناس اللي بتنزل عشان لقمه عيشها، اللي هي مضطره تنزل عشان لقمه عيشها، ولو ما نزلتش هيبقى عندها مشكله كبيره جدا في لقمه عيشها، هنقول ماشي. لكن احنا بصراحه شفنا في ما قبل رمضان باسبوع شفنا مهازل كانت بتحصل وازدحام رهيب جدا على سواء محلات اللبس، محلات الاكل واليميش والحاجات دي كلها، خلت الناس يعني مع ان لو احنا بنحط تصور هنقول لا ان رمضان وما قبل رمضان كان المفروض يشهد هدوء وتباعد اجتماعي بشكل لطيف وبشكل كويس، بحيث ان الامور تاخد منحى لتحت، مش تخلي الكيرف لفوق. لكن احنا برضو هنفضل نقول ان كل واحد دلوقتي لازم يخلي باله من نفسه، لان يعني دلوقتي انت ممكن تصاب من اي شيء، من لمس اي سطح ملوث او مصافحه. يعني انا لسه حتى الان بسمع عن بعض الناس في بعض الاماكن ما زال لما بيقابل حد لازم يبوسه ويحضنه، يعني وكأن مفيش كورونا. لكن احنا نتمنى ان الفترة الجاية كل واحد يخلي باله من نفسه، لان الفترة الجاية صعبة. وبالتالي الدولة بتحاول بقدر الامكان، ولكن انت برضو في الاخر منوط بيك نفسك اكتر من اي حد. يعني طيب استاذ عصام، يعني خلينا اسال النهارده، هل التكنولوجيا بقى وانت بقى خبير في المعلومات وفي التكنولوجيا، هل ان هي ساعدت الناس على ان هم ممكن يقعدوا في البيت، او ان ساعدت الناس ان هم يعني يتجاوبوا مع وزاره الصحه والوزارات الاخرى اللي هي المعنيه بمرض الكورونا، ام ان كانت وسائل التكنولوجيا ما كانش ليها علاقه بهذا الموضوع؟ هو في الحقيقه استاذ، يعني وسائل التواصل الاجتماعي او التكنولوجيا بشكل عام والانترنت في الموضوع ده لعب الدور كالعاده، او زي ما احنا متعودين منها انها دايما بيبقى ليها الدور الابرز في المواضيع اللي زي دي. فبس طبعا عايزين، هي لها تاثيرات كويسه وتاثيرات يعني جوهريه، بس لازم نفرق ما بين مرحلتين في تاثير وسائل التواصل الاجتماعي او التكنولوجيا عموما في ازمه زي ازمه كورونا. المرحله الاولى هي مرحله ظهور الكورونا في دوله زي الصين او بره قبل ما يوصل لمصر. ففي المرحله دي كان غالب عليها الطابع السلبي شويه. يعني لقينا كميه من الشائعات المهوله والاخبار السلبيه والسيئه، وعمالين نتناقلها دون اي التركيز في اذا كانت الاخبار اللي احنا عمالين بنتناقلها ديت هل هي صحيحه ولا لا، دون التحقق من المصادر بتاعتها الرسميه. فده خلق حاله من الاستياء العام عند الناس وعند الشعب كله. ابتدت الناس كل الاخبار، كل ما بيفتح اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي ما بيلاقيش غير اخبار سلبيه وشائعات، والكورونا بينتقل مش عارف ايه، وبينتقل من الفايف جي، تكنولوجيا الفايف جي بتاثر عليه مش عارف ايه. ابتدت هوب الناس بقت تروح تكسر الابراج الخاصه بالشبكات الفايف جي والكلام ده كله. يعقب دي المرحله بقى اللي هي ايه، بدايه ظهور الكورونا في مصر. ويمكن المرحله دي كانت انا شايف ان غلب عليها الطابع الايجابي شويه. ليه؟ الناس لما ابتدت تحس بالخطر، ابتدينا دلوقتي لقينا المحتوى اللي هو الغير لائق او المحتوى اللي هو ليس له هدف رئيسي او اساسي ابتدى ياخد دور، يرجع للخلف خطوتين ثلاثه، وابتدى يتصدر المشهد الاطباء والعاملين في المجال الصحي من خلال التوعيه ونشر المعلومات الصحيحه والجيده. ابتدينا نشوف ان وزاره الصحه يمكن ما كانتش مهتمه جدا بانها تعمل صفحه لها شخصيه على
موقع التواصل الاجتماعي، لقينا وزاره الصحه ابتدت تعمل صفحه مخصوص على على الفيسبوك، وكمان المتحدث الرسمي لوزاره الصحه ابتدى يعمل صفحه. الصفحه دي ما كانتش يعني بتلقى اعجاب او اهتمام غير اعداد قليله تكاد تكون اقل من 100. فجاه لقينا الناس خلاص بقت بتتابعها بالالاف، وبقت تزيد وتتخطى، البوستات بتاعتها بقت تزيد وعليها اقبال وعليها رواج كبير. ابتدت كمان الحكومة أو وزارة الصحة تنتبه لحتة كويسة جدا، هي عمل التطبيق اللي هو صحة مصر. يعني التطبيق ده عايز أقول لحضرتك أنه مفيد بدرجة كبيرة جدا، ولازم أي حد فينا يكون التطبيق ده عنده على موبايله. التطبيق ده بتستطيع من خلال الوزارة أنها توفر لك المعلومات بقى الصحيحة اللي بتاخدها من المصادر الرسمية، وبتاخدها بشكل فيه ثقة أكبر ليك. بيعرفك إزاي تتعامل معاه إذا أصبت، بيعرفك ازاي تتجنبه، او انت لو ما عندكش اصابه ازاي تتجنب او ازاي تاخد التدابير والاحترازيه اللي تساعدك في ان انت ما تصابش. كمان بيساعد في ان انت تبلغ لو انت عندك حاله كورونا او عندك حد، لان احنا طبعا شايفين وبنسمع كتير ان في ضغط كبير على 105 والناس ما بتردش ومش عارف ايه. التطبيق ده من خلاله بقى بيتيح لك الفرصه ان انت ممكن تبلغ وكمان تاخد المعلومات. مش كل الناس عندها الوعي باجهزه التواصل الاجتماعي. ما هو ده بقى دورنا يا استاذ، يعني احنا بنتحدث عن الناس اللي هي بترتاد بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير. تمام، دول المفروض يبقى عندهم الخبره دي، وحتى مش لازم كل واحد يبقى عنده المعلومات الكافيه او عنده القدره انه يتواصل. ممكن انا افيد اهل بيتي، ممكن انا افيد صحابي، افيد والدي، افيد والدتي، وهكذا. حتى اللي هو مش هيقدر يتواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، الاعلام بيبقى ليه دور كبير جدا في ان هو يوصل له المعلومه برضه بطريقه صحيحه. يعني الموضوع دلوقتي ما بقاش عندك حريه او رفاهيه الاختيار. طيب، الموضوع بقى امر واقع ولازم نتعامل معاه. طيب دكتور ربيع، يعني خليني في نطرح بعد في بعض الادويه النهارده، يعني زي فيتامين سي ما بقاش موجود في التخانات، البنادول ما بقاش موجود، يعني اختفاء الادويه النهارده اللي هي النهارده فيها، هل ده راجع بقى ان لما ازدادت الحالات الناس بدات تخاف وتنزل ايه اقبال على هذا على هذا 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 المنتج، ولا ايه بالظبط؟ يعني النهارده الناس بتقول الله، هو في فين يعني فيتامين سي اللي هو للمناعه، مع ان مش بقى يعني في حاجات كتير ممكن تحل محلها بدائل، يعني الاكل كويس، الرياضه، النوم، هلم جرب من هذا الكلام يقدر ان احنا ايه توفر ايه المناعه، لكن الفيتامينات دي والحاجات دي ليه الارتفاع ده؟ فين نقابه الصيادله؟ طب انا هقول لحضرتك حاجه، باشمهندس كان بيتكلم على دور السوشيال ميديا. هو برضو هنا دور السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا كان لها يعني اثر سلبي كبير جدا 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 في المساله دي بالذات. ليه؟ طبعا بيطلع واحد سواء يوتيوبر او على صفحته على الفيسبوك او يقول يا جماعه احنا في حاجه اسمها البروتوكول المناعي اللي هو عشان يقوي جهاز المناعه، ويبدا بقى يدش، فيبدا يقول حاجات مثلا يقول لك خد بقى فيتامين سي، خد زنك، خد فيتامين د، خد وخد. الموضوع مش كده خالص. انت الفكره كلها انت بتبقى يعني المفروض ان احنا الطبيعي بتاعنا ان انت يعني لو احنا ماشيين بشكل طبيعي، بناكل كويس، بنمارس رياضه بشكل اساسي في حياتنا، حتى لو بناخد فيتامينز بناخدها برضو بشكل طبيعي. اما النهارده انت مش هتيجي تفاجئ الجهاز المناعي فجاه تقول له خد بقى زنك وخد فيتامين سي وخد فيتامين د وخد لا طبعا، يعني هو مش كده خالص. يعني انت عاوز تقول نتيجه الاشاعات اللي بتتردد او نتيجه هي كان السوشيال ميديا بس السوشيال ميديا. طب خليني اخد مكالمه تليفونيه وارجع لحضرتك تاني. معايا محمد من اسكندريه، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برحب بحضرتك وبالساده الضيوف. اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يا رب يرفع الوباء عن مصر والعالم كله يا رب. امين يا رب. امين. بس فندم انا مع الاستاذ في حته السوشيال ميديا اتعاملت بطريقه سلبيه مع وباء كورونا. دي حاجه انا متفق مع حضرتك جدا 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 الحته اللي الاستاذ علق عليها دلوقتي. اقتراحاتي يا فندم سمعناها وكلام ياما. منظمه الصحه العالميه هي المسؤوله الاولى عن ان هي تقول لنا احنا نعمل ايه. ده رايي احنا بصراحه فندم. انا شايف لخبطه كتير، انا شايف لخبطه كتير، كل عمال يتكلم اللي بيقول كذا واللي بيقول كذا واللي بيقول كذا. انا بكلم حضرتك من واقع الشارع. انا شايف برضو احنا 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 كمصريين شعب يعني حته الوعي برضو. انا خليني اتكلم حضرتك بصراحه غير كامل عندنا. حته الوعي غير كامل عندنا.
والدليل ان الدول الاوروبيه اللي احنا كنا يعني احنا بنقول ان هي متقدمه عننا ما عرفتش تسيطر على الوباء في امريكا، الصين، ايطاليا. خلينا نتعامل بصحتنا شويه، نحافظ على نفسينا، التباعد الاجتماعي اهم حاجه. صدقني حضرتك دي منظمه الصحه اكدت علينا، التباعد الاجتماعي يا جماعه مهم جدا جدا جدا. لازم لازم احنا نحافظ على نفسنا، لازم نحافظ على نفسنا لحد ان شاء الله باذن الله، باذن الله ما يطلع باذن الله لقاح او حل للمساله دي ان شاء الله، ربنا يرفعها عننا يا رب باذن الله بمشيئه الله. لكن اللي انا عايز اوصله لحضرتك ان السوشيال ميديا فعلا فعلا يا جماعه خلينا نعمل منظمه الصحه العالميه بتقول عليه التباعد الاجتماعي، نلبس الكمامه، نبقى ملتزمين. واهم حاجه يا فندم المنظمه قالتها اللي هو التباعد الاجتماعي. حضرتك معلش بس هتكلم في نقطه ثانيه، انا اسف طولت على حضرتك. نقطه ان الناس بتروح الصيدليه مش عارف فيتامين ايه وفيتامين ايه وفيتامين ايه وفيتامين ايه وفيتامين ايه، يا جماعه كل دي حاجات كانت موجوده قبل كده، انت هتاخدها مش هيجي لك كورونا. لا انت لو اتصبت من حد هتجيلك حتى لو انت واخد الشيء دوت. ده بس اللي يوصل للمواطن، ان انت حتى لو انت واخد بالظبط زي ما حضرتك بتقول يا استاذ محمد، بالظبط زي ما بتقول بالظبط، ان احنا مش لازم ان احنا نتهاتف على الادويه كلها مره واحده. شكرا يا استاذ محمد على هذا الاتصال معايا. مدام اماني اتفضلي. مدام اماني، مدام اماني بتهيألي الخط انقطع. طب نرجع تاني، يعني هو بقى اخر نقطه استاذ محمد قالها في الاتصال، الناس بتروح الصيدليه بتقول انا عاوز، هو يا ريته بيقول انا عاوز، ده بياخد مش باكت واحد، هات 10 باكت، هات 15، هات 20. والله في ناس كده. لا انا بتكلم الكنترول بيقول لي حاجه ثانيه. يعني احنا للاسف بنشوف صيدلياتنا هتلاقي واحد جاي يقول لك اديني 5 فيتامين سي، 10 زنك مثلا، 10 فيتامين د. وبالتالي طبعا احنا برضو عندنا قوه استيعابيه يعني موجوده في الصيدليات بتاعتنا وموجوده في شركات التوزيع وشركات الانتاج. يعني مش ما هو معروفه كده، شركه الانتاج كانت عارفه ان هو بتوزع في الشهر مثلا سي مثلا 5000 علبه. فجاه ال 5000 اتسحبوا. طب ما ممكن معانا واحد من اختخانا لما يجي واحد يجي يقول لي انا عاوز 3-4 اقول له لا واحد. يعني انا برضه بدور الصيدلي برضه، يعني ما تجيش ان انا اخش اقول انا عاوز فيتامين سي اديني 10، فاروح اديله 10، لا اديله اقول له لا ما عنديش غير كده. كده والله. بس احنا برضه نرجع تاني لوعي المواطن، ان هو برضه لازم يعني ممكن احنا بنعمل احيانا في ناس بتعمل معانا مشاكل وخناقات، ان هو مش يقول لك لا انا عاوز 10، تقول له طب معلش خد 2 دلوقتي او خد واحده وسيب عشان مثلا غيرك ياخد ويستفيد ونمشي الدنيا. لا انا فانا قصدي ان احنا برضو نرجع حتى للفايده الطبيه. لا برضو مش ان انت لما تاخد الحاجات دي فجاه هتلاقي مناعتك اشتغلت بقت زي الحصان وبقيت يعني خلاص يعني الوضع معاك بقى زي الفل. لا الموضوع كله يا بس كل حاجه محتاجه تنظيم. وبالتالي احنا موضوع الادويه احنا بس نرجو ان من الساده المواطنين ان هم يعني يحاولوا بقدر الامكان. التهافت ده اولا ده بيعمل وهم نفسي واصلا يعني الموضوع كله ان التوتر والقلق والموضوع النفسي يعني عامل مهم جدا اصلا في موضوع الاصابه والتعافي. طيب معانا يا استاذ حسن من الجيزه، اتفضل. وطي صوت التلفزيون لو سمحت. عليك سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير. شكرا. ربنا يخليك. اولا الحمايه عشان نحمي نفسنا لابد يكون الانسان يعني عنده ثقه في الله سبحانه وتعالى وثقه في الدوله ورجال الدوله ووزاره الصحه، ويكون عنده عنايه وكنايه. واخر ثاني حاجه يكون اتكاله على الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. واخد بال حضرتك؟ فمش كل واحد يحصل له مغص، يحصل له صداع، مش عارف ايه، يمشي على المستشفى، يعمل انزحام، يوقف حال المريض. طبعا ده يعني عمليه مش كويسه، انما انا عايز اقول هي الوقايه خير من العلاج. والافضل يا ريت نرجع لله سبحانه وتعالى، نصالح ربنا. كل واحد منا واخد بال حضرتك يصالح ربنا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فاذا اصلحنا من احوالنا حقا على الله سبحانه وتعالى ان ينصرنا مصداقا لقوله تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا. فدي بلدنا لابد نحافظ عليها ونهتم واخد بال حضرتك بالكمامه اللي الدوله قالت عليها، يكون عندنا وكايه وعندنا وعايه وعندنا اسلوب جميل. ف
في نفس الوقت ان شاء الله ربنا هيبعد عنا ان شاء الله الجندي الجندي دوت واخد لحضرتك فده جندي من جنود الله. شكرا شكرا استاذ حسن على ايه المداخله. استاذ حسن يعني خليني اسال سؤال، يعني النهارده اذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي بعض من الناس بيقولوا ان هي لعبت دور ايه من ان هي في شح الادويه، لكن البعض بيقول ان اجهزه التواصل الاجتماعي ايضا ما ساعدتش في توعيه الناس، بل بالعكس كانت هي بتلعب اثاره، يعني الاثاره بنشر الصور والفيديوهات والحاجات دي كلها. اه صحيح انشر الصور وانت فيه لنغطي على السلبيات لا او نعالج السلبيات، لكن ان النهارده دورها ما كانش دور فعال عكس في اوروبا او في الدول التانية. تمام، هو الصراحه طبعا فيما يخص حته شحه الادويه او التسابق على شراء كميات كبيره من الادويه من بعض المواطنين، ده في الاول وفي الاخر راجع لحته الوعي، الوعي الاجتماعي. الوعي الاجتماعي ده احنا بقالنا فتره عمالين بنتكلم على الوعي الاجتماعي والحكومه بتراهن على الوعي الاجتماعي. الوعي الاجتماعي ده انا ما ينفعش اراهن عليه او ما ينفعش اجي اطالب من المواطن انه يبقى عنده وعي اجتماعي في يوم وليله. الوعي الاجتماعي ده بيبنى في سنوات طويله قوي، بيبنى من اول المدرسه، من اول الاسره في البدايه، ثم المدرسه، ثم مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. يمكن احنا عدم سيطرتنا او اهمالنا في الفتره اللي فاتت في ان احنا نفرض قيود على استخدام السوشيال ميديا وازاي نستخدمها بطريقه ايجابيه، ده طبعا بيبقى ليه تاثيرات سلبيه، منها هو انعدام الوعي الاجتماعي عند الناس دلوقتي. الناس للاسف بيتسابقوا على شراء الادويه، لان انا دلوقتي بقى عندي للاسف بعض الصيادله هو نفسه بيطلع بيعمل فيديوهات بيقول يا جماعه انا عندي الحل السحري للمناعه، يا جماعه احنا عندنا الادويه اللي هتقضى على الكورونا، خد مش عارف ايه وخد معاها واحد ايه وخد معاها مش عارف كبسوله ايه وخد معاها ايه. فبيبتدي هو بيتكلم مش عايز يعني اعمم الموضوع، بس في البعض فيهم بيتكلم من منطلق اقتصادي، هو عايز يبيع. والناس دي بتحط اسمائها وبتحط اماكن الصيدليات بتاعتها وعناوينها، فبتبتدي الناس تنزل تشتري بعبط. يعني في دلوقتي انا دلوقتي كمواطن عادي ايه اللي يعرفني الزنك يا دكتور مثلا او الفيتامين سي ايه او اخد ده مع ده ازاي؟ بتلاقي ناس وبعض الدكاتره الاصدقاء بيقول لك انا في ناس بتخش عليا كاتباهم في ورقه زي الروشتة، بيقول انا عايز كذا وعايز كذا الف وعايز مش عارف ايه ملي جرام. هو عموما هو خط في الموضوع ده كله، يعني على فكره الاطباء وفي بعض الصيادله اللي هم بيشتغلوا يعني في اليوتيوبر وكده، بس هو برضو يعني ايه لا هو مش عشان حد ياخد من صديقه وكده لا خالص، هو فكره ان هو يبقى ليه قناه على اليوتيوب ويجمع مشتركين والكلام ده كله. بس حتى في اطباء احنا بنشوف مثلا تلاقي اطباء كتيره جدا مش في تخصصاتها كمان بتكتب روشتة حت كذا وحت كذا وحت كذا وده علاج كورونا. هي الفكره كلها ان في حاجات في العلاج لا تتم الا تحت اشراف طبيب، يعني ما ينفعش ان احنا نقعد نقول بناخد كذا مع كذا، لا ما ينفعش خالص. طب يعني بمناسبه ما ينفعش، خلينا مدام اماني برضو معانا من القاهره. مدام اماني اتفضلي. السلام عليكم، مع حضرتك من المنوفيه. من المنوفيه، اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، انا بشكر اسره البرنامج والناس المحترمه على اسلوب التوعيه وعلى اللي احنا بنستفاده من البرنامج. تسلمي. سؤالك يا فندم. ربنا يبارك لكم يا رب. اتفضلي اسالي. مال لو سمحت، بس انا عايز اسال ابن عنده 9 سنين، الافيد ان انا اديله فيتامين سي طبيعي ولا اديله فيتامين سي راس من الصيدليه؟ الافيد انه ده. طب حاضر، هيجاوب لك عليه الدكتور يعني ان شاء الله. بس الاقراص انا دافع في علبة القرص 450 جنيه. حضرتك جبت المستورد المصري موجود؟ حضرتك المصري موجود؟ ده يعني. والله ما مش موجود. هو برضه هو بالنسبه للاطفال يعني يستحسن سواء اطفال او كبار ان هم ياخدوا العناصر دي سواء فيتامين سي وفيتامين والزنك والفيتامينز دي ايا كانت بياخدها من الاكل سواء الفواكه العصاير الاكل الطبيعي. لكن احيانا بعض الاطفال بتبقى عندها مشكله ان الشهيه مش قوي، فممكن نضطر ان احنا ندخل له عنصر مثلا زي فيتامين سي عن طريق الكبسولات او عن طريق مثلا الاكياس اللي هي الفوارين يعني. فممكن الاطفال اللي زي دي بتاخد ال 500 مللي فيتامين سي مره واحده في اليوم يعني في السن ده. طيب معانا مين يا جماعه؟ هاني. هاني اتفضل يا استاذ هاني. السلام عليكم، ازيك يا استاذنا؟ اهلا بيك. ربنا يبارك في حضرتك، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. مداخله بس بسيطه كده على بالنسبه للمرض المنتشر. هي بس الثقافة لازم ان احنا نلحق نفسنا فيها، يبقى التوعية عند الناس ازيد من كده، لان حتى في ناس قبلوني بيسألوني هو
الموضوع صحيح؟ قلت لهم الموت ما فيهوش حاجه صح وما فيهوش حاجه غلط. بالظبط. فطبعا كان نادينا من الاول خالص اول ما الدوله اعلنت المكافحه وان احنا لازم نبقى ايد واحده والكلام ده يا جماعه خلي بالكم، فالناس بقت مستهتره لدرجه انها فاقت على مشكله كبيره. وربنا يا رب ينجي بلادنا وينجي الجميع يا رب من هذا الوباء. يا رب. شكرا استاذ هاني. طيب استاذ عصام، يعني خليني اسال عشان احنا قربنا نخلص، يعني نسال السؤال التقليدي، يعني هل ان بقى اجهزه التواصل الاجتماعي بقت نعمه او بقت غم علينا، في خاصه لما في انتشار الاوبئه، هل هتلعب دورها بقى في المرحله القادمه، ولا هنقول لا ان هي ستظل هي محض الاثاره زي ما بعض من الدول بتقول لك لا ده محض الاثاره؟ يعني هو مفيش شك طبعا استاذ ان احنا اتفقنا قبل كده يمكن في حلقات كتيره ان اي وسيله او اي تكنولوجيا عموما لها مساوئ ولها ايجابيات، بس احنا يمكن في الفتره الاخيره دي ابتدينا نشوف منها ايجابيات اكتر شويه، يعني يمكن بعض الدول ابتدت تستخدم التطبيقات في انها تتابع بعض المرضى سواء في العزل المنزلي او في الكشف المبكر عنهم، بتتابعهم برضو بالحاله الصحيه، يمكن الموبايلات برضو في الوقت العادي في الوقت بتاعنا الحالي ده ساعدتنا في ان احنا نتواصل في فتره التباعد الاجتماعي دي. يعني لو طرحنا سؤال ماذا لو كان الكورونا موجود قبل وجود الانترنت مثلا، يعني الدنيا كانت تمشي ازاي؟ حضرتك كان هيبقى عندك الاسبانيه ما كانوش موجودين، كان هيبقى عندك صعوبه كبيره جدا في ان انت تعرف ان في مرض اصلا اسمه كورونا، كان هيبقى عندك صعوبه في ان العلماء دلوقتي بقوا يتواصلوا مع بعض من خلال الانترنت في ان هم يوصلوا للعلاج معين، كان هيبقى عندك صعوبه في ان انت حتى يعني دلوقتي بتقوم بالاعمال، معظم الشركات بقت بتقوم بالاعمال من خلال الانترنت وانت شغال في البيت. طبعا لو مش موجود الانترنت ما كانش هيبقى في شغل. طيب دكتور ربيع، يعني خليني اسال دلوقتي، هل النهارده شايف ان الدور ايه دور الصيادله في المرحله القادمه، خاصه بعد اعلان بعض من المسؤولين في الدوله ان سنكون حتى رئيس الوزراء النهارده قال لك ان خلال الاسبوعين القادمين هيكون في يعني موجه كبيره؟ يعني هو اولا طبعا انا بشكر الصيادله اللي موجودين في المستشفيات اللي بيتابعوا سواء الكلينيكال او غير الكلينيكال، ان هم بيتابعوا كل الحالات وهم المسؤولين عن يعني الجرعات الدوائيه اللي بياخدها سواء المرضى في المستشفيات او حتى على فكره المرضى في العزل المنزلي. دلوقتي بينزل فريق من وزاره الصحه بيبقى فيه طبيب وصيدلي وتمريض، بينزلوا مع بعض بيلفوا على البيوت وبيسلموا الادويه الخاصه بمريض العزل المنزلي وبيتابعوا حالته بالتليفون وبيتابعوه بينزل. بس احنا برضو عاوزين الناس يعني من ضمن الطرائف والمواقف الطريفه اللي احنا شفناها، زميله صيدلانيه بتقول لي ان هي نزلوا يسلموا جرعه دوائيه للمريض لقوه بيعمل مشوار بره. والله لسه كانت بتحكي. فطبعا احنا برضو بنقول ان الصيدله لا عاملين شغل كويس. الصيدلات الاهليه الحمد لله احنا عندنا ما يقرب من حوالي 75,000 صيدليه كلهم شغالين وفاتحين حتى في اوقات الحظر، بنحاول نوفر ادويه على قدر المستطاع. يعني احنا برضو ملتزمين ان احنا بنجيب من شركات التوزيع عشان تبقى هي دي المصادر الامنه لينا ان احنا نجيب منها. بس في حاجات طبعا يعني ممكن كانت اجازه العيد اثرت شويه على توفير بعض الادويه، بس اعتقد ان الامور تبدا تاخد. ويا ريت برضو انا اتمنى ان من الوزاره والحكومه وهيئه الدواء ان هم برضو يبقى في مراقبه لشركات التوزيع وشركات الانتاج ويطمنوا على مستوى او يعني مخزون المواد الفعاله للادويه اللي احنا بنحتاجها ضروري في الازمه دي. احنا برضو عندنا يا ريت برضو ان الوزاره جاهده يعني ومسرعه تبدا تكلف صيدله دفعه 2018 ودفعه الاطباء برضو، لان يعني هم كان في امبارح لقاء وزير الصحه مع نقيب الاطباء عشان يحلوا مشكله تكليف دفعه اطباء 2020 وكده، لان كان في مشاكل. واحنا برضو عندنا دلوقتي عندنا في دفعتين، دفعه صيدله 2018 ودفعه صيدله 2019. وطبعا احنا النهارده يعني احنا بنشوف منشور من وزاره الصحه ان الطبيب اللي ما بيحضرش او النهارده كمان خدوا قرار ان الاجازات الوجوبيه اتاجلت، يعني اللي كانت بتاخد اجازه رعايه الطفل طبعا عشان ايه؟ لان هو طبعا محتاجين عدد كبير. طب احنا محتاجين عدد كبير، طب ما احنا عندنا دفعه او دفعتين من الصيادله مثلا ودفعه اطباء موجوده، طب ما نكلفهم وكنا ناخدهم في يخدموا معانا في الازمه دي، وبحيث ان احنا يبقى عندنا عدد كافي، لان في ناس كتير جدا دلوقتي بتشتكي انها بتروح المستشفيات مش لاقيه
عدد، لكن احنا عندنا اعداد موجوده بس مركونه ممكن نستخدمهم. يعني دكتور ربيع البنداري بنشكر حضرتك يا فندم عضو نقابه الصيادله، بنشكر حضرتك على الحضور. شكرا لكم يا فندم. ايضا الخبير التكنولوجي عصام البرا بنشكر حضرتك يا فندم على تواجدك. مشاهدينا الاعزاء كده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده صحبه انا معهم، ان شاء الله القاكم قريبا باذن الله في حلقه جديده باذن الله. حتى ذلك الحين لكم مني ارق المنهى، هو طارق عبد الجبر يقول لكم في امان الله، والقاكم ان شاء الله على قريب. الى اللقاء، و خلي بالك على نفسك، حافظ على نفسك، وخليك في البيت. دي كلمة كنت انتوا رافضينها بس دي هي الأمان، تنزلش إلا لما يكون عندك حاجة مهمة جدا. ولكن كمان في حاجة مهمة جدا وهي لازم ان احنا نستعملها ولازم ان احنا نكون معانا، هي الكمامة اللي احنا لازم نلبسها، وهي دي ضرورة جدا ان شاء الله. حتى ذلك الحين لكم مني ارق المنهى، هو طارق عبد الجبر يقول لكم، والمخرج وليد عمارة، في امان الله. تصبحوا على حب، تصبحوا على صحة جيدة.